أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. الله أكبر. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحياتهم فيها سلام.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الله.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به
لكم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله الله يا رب القادر يا جمال. وسخر لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ذاهبين. وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. الله يا سلام. الله يفتح عليك. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكن من ذريتي
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن إنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكن ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم
لعلهم يشكرون. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ليقيموا الصلاة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. صل على النبي. يا سلام يا شيخ مصطفى. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله الله.
الحمد لله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم الله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم
وقد مكروا مكرا وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما وليذكر أولو الألباب الله
يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره وعد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقب. وما أدرك ما العقب. فك رقبي أو إطعام في يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب ثم كان من الذين أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا والليل إذا يغشى. والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر والليل إذا يغشى سلام والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها أنا بالطريق من أحمد.
معاك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذب الثمود بطغواها فقال له رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.